ولذا أعزائي افتحوا لي قوس، ولذا نحن قلنا عالم الدين لا يساوي عالم الحلال والحرام. لماذا؟ لأن القرآن لا يساوي الحلال والحرام، الدين أشمل. لأن الدين أشمل. قلنا أن الآية قالت ليتفقهوا في الدين. الدين ما هو؟ مجموعة هذه المعارف، المبدأ والمعاد والأخلاق والشرائع الإلهية والقصص والمواعظ والحلال والحرام. ونسبة الحلال والحرام إلى المعارف الكلية في القرآن نسبة العشرة أعزائي. يعني من تخصص في مسائل الحلال والحرام وكتب الرسالة العملية هذا لا يتجاوز من معارف الدين إلا العشرة أعزائي، لا أكثر من ذلك. والمرجعية لمن؟ المرجعية لمن هو عالم بالدين. لماذا؟ لأنه هو ينوب عن الإمام المعصوم في عصر الغيبة الكبرى. بعد هذا ده أتكلم بالنسبة إلى مدرسة أهل البيت، لأنهم وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. جيد، إذا هذا العالم الديني عندما يجلس مجلس الإمام يجلس مجلس الإمام فقط في الحلال؟ لا لا، لكي تكون له المرجعية الدينية لابد أن يكون على منظومة المعارف الدينية التي هي مجموعة العقائد والمواعظ والأخلاق. ولذا نحن ذكرنا في الفتاوى الفقهية عندنا قلنا بأنه المرجع الديني والأعلمية مدارها ليس خصوص الحلال والحرام. جيد، أرجع إلى بحثي.